أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: انتشر في هذا الوقت بين الشباب لاصق في السيارات مكتوب عليه لبيك يا رسول الله، وذلك بعد إحداث الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا العمل؟ وماذا يجدي هذا العمل؟ هذا العمل لا يجدي شيئا. إذا لصقت في السيارة كلام هذا يجدي شيئا؟ هذا نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم أولا في نفسك، تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتقتدي به في نفسك، ثم بعد ذلك تأمر بالاقتداء به واتباعه، ثم ترد على من تطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو النصرة. أما مجرد أنك تلصق ورقة على السيارة ما هو شيء. نعم.